الحديث حول الانفتاح على المذاهب يجب الانفتاح لها شمولية. لما تتحدث على زواج المتعة، السؤال الذي يتبادر للذهن ما هي شروط زواج المتعة؟ هل شروط زواج المتعة ما زالت متوفرة في عصرنا الحالي؟ اليوم عقد المكتب المركزي الجمعي المغربي لحقوق الانسان دوره صحفيه، قدم فيها المذكره ديالو اللي كتعلق بالمطالب ديالو فيما يخص مدونه الاسره. وطبعا هذا خلال الندوه يعني وضح المكتب المركزي بان نضال الجمعيه من اجل مدونه عادله ما بداش مع هذا النقاش اللي كاين اليوم. هي مطالب طرحت منذ تاسيس الجمعيه وطرحت يعني في مختلف المحطات، وهي مطالب تعتمد على التزامات المغرب الدوليه في مجال حقوق الانسان، وتنطلق كذلك طبعا من ما ينص عليه المرجعيه الكونيه فيما يخص المساواه بين النساء والرجال. ويعني تعتبر الجمعيه ان اليوم يعني حتى النقاش العمومي ما كاينش يعني في مستوى ما يعني تشكله مدونه الاسره في المجتمع، ويعني النقاش العمومي ماشي في مستوى حتى المحطه السابقه اللي دات ديال 1999 2000 وكذلك 92 93. والجمعيه يعني تصدر كثيرا من هذه اللجنه المشكله، اللي هي في نفس الوقت هي لجنه خارج السياقه ولا خارج يعني المسار التشريعي. وبالتالي الجمعيه تعتبر بان مطالبها مستمره ونضالها مستمر، وكتامن بان التغيير الحقيقي ديال المدونه هو نضال صعب وشاق، لان المدونه يعني تشكل احدى الركائز ديال واحد المجتمع اللي هو مجتمع ذكوري واللي فيه تهميش بالنساء، وكذلك هو ركيزه لمجتمع اللي فيه التمييز وفيه الاستغلال وما فيهش الانصاف وما فيهش العداله الاجتماعيه. وبالتالي النضال من اجل مدونه منصفه هو في الحقيقه نضال من اجل مجتمع ديمقراطي حقيقي اللي فيه المساواه بين الجميع، واللي فيه يعني شروط التنميه الحقيقيه والشروط ديال الديمقراطيه الحقيقيه. سعاد برهنه محاميه عضوه المكتب المركزي، وكذلك من المشتغلات على هذه المذكره التي تم عرضها اليوم امامكم، واللي هي ساهمت فيها الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بتصورها ورؤيتها حول مدونه ديال الاسره التي تبتغي غيها للمجتمع المغربي ككل وللأسرة المغربية. وقد تناولنا في هذه المذكرة هذه مجموع النواقص التي شابت والتي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي للمدونة ديال 2004، وكذلك الثغرات والنواقص اللي بانت من خلال الممارسة العملية كما قلت. أيضا ركزت أيضا على المفاهيم، تصور المفاهيم اللي تريد أن تكون في هذه المدونة الأسرة، كذلك مرجعية المدونة الأسرة، كذلك اللغة التي يجب أن تلهم من المواثيق الدولية وتكون لغة تحفظ كرامة النساء اللي نتمنى أن تكون في هذه المدونة. ومن ضمن يعني المطالب الأساسية هناك العديد من المطالب، أهمها المساواة في الإرث وحق المرأة في تطليق نفسها وحقها في أموال مشتركة بين التي يعني تراكمت خلال مرحلة الزواج دون قيد أو شرط، وأن تكون بشكل وجوبا وبشكل أوتوماتيكي دون ما حاجة إلى عقد كيف ما هو منصوص عليه، واللي تم أثبت التجربة بأنه لا يتم الاعتماد عليه، وبالتالي تهدر وتضيع حقوق النساء المادية. كذلك حقوق الأبناء، ناقشنا أيضا حقوق الأبناء سواء المولودين خلال مؤسسة الزواج أو المولودين خارج المؤسسة الزواج كما كتنص عليها مدونة الأسرة. كذلك تكلمنا عن مؤسسة الزواج خارج المؤسسة اللي كتكلم عليها مدونة الأسرة، واللي تشمل أيضا الأمهات العازمات والأبناء ديالهم. وأيضا ناقشنا مسألة ديال الأبناء، أيضا طلبنا بحق الأبناء بالتبني في جميع الحقوق اللي كتخولها المدونة الأسرة للأمهات. وأيضا وهي مسألة في غاية الأهمية، هو حلول الدولة محل الزوج في الأداء حينما يكون معسرا وحين أو يصعب العثور عليه، حتى تتمكن العائلات أو الأسر من الصرف على أبنائها بكل احتياجاتهم. شكرا وتحية لكم على تغطية هذه الندوة الصحفية اللي من خلالها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كتقدم ملاحظاتها الأساسية وانتقادها لمدونة الأسرة بمناسبة ما النظام المغربي بصدده فيما يسميه تعديلا لمدونة الأسرة. أولا نبغي غير نذكر على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما دائما كل الجهات اللي ما هياش
جهات عندها صلاحيات وسلطات ومنصوص عليها الدستور والقانون ما غاديش نتعاملوا معها، لاننا كنعرفوا على ان لا ما عندهاش السلطه ما عندهاش الشرعيه ما عندهاش القانونيه، ولهذا رفضنا على اننا نمشيو نجلسوا مع هذه اللجنه اللي على كل حال العمل ديالها ما كنتظروش منه شي حاجه كثيره، لان راه محدد مسبقا العمل اللي غادي ديروا وراه مؤطر بداك الخطاب اللي تاسست على الحاجه الثانيه هو انه كانت مناسبه باش حنا نجمعوا المواقف ديالنا اللي كنعبروا عليها وعبرنا عليها دائما، كنعبروا عليها في 8 مارس، كنعبروا عليها في المؤتمرات بما يخص حقوق المراه والمساواه. مناسبه باش الصحافه المغربيه باش الراي العام المغربي يطلع على المواقف ديال الجمعيه فيما يخص منظورنا لمدونه الاسره، منظورنا للمساواه والمرجعيه اللي كنطالبوا على انها تكون هي المحدد والمرجع الاساسي لكل التشريعات، وهي المرجعيه الكونيه لحقوق الانسان على كل حال. لما نقول المرجعيه الكونيه لحقوق الانسان هو انه نعني ارقى ما وصلت إليه البشرية فيما يخص التشريع وفيما يخص الحقوق والقوانين، وأرقى ما وصلت إليه الإنسانية هو ساهمت فيه كل الحضارات وكل الشعوب وكل العقائد والديانات، وأرقى ما وصلنا له هو هذا الشيء اللي بغينا يكون مدونة الأسرة. الحاجة الأخرى بغيتكم كذلك مزيان تطلعوا على المذكرة الجمعية اللي غادي تكون في الموقع ديال الجمعية، وقبل ما تطلعوا على المذكرة أدعوكم أنكم تطلعوا على هذه المدونة في حد ذاتها باش تفهموا اش كتقول المذكرة، لأنه لما غادي تقراوا المدونة غادي تفهموا اشنو هي المرأة بالنسبة للمدونة. أنا كيجيب لي رأسي على أن المدونة فقط موضوعة من أجل أن تحدد كيفاش يمكن يكون الرجل على خاطره علاقته وتمتعه بالمرأة، هذا الشيء اللي كيبان لي. ولهذا فنحن نطلب أولا قانون أسري شامل ماشي تعديل الأسرة، قانون كله يرتكز إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في لغته في مصطلحاته في كل الآخر، ويرعي المساواة تامة بين الرجل والمرأة في كل المجالات. أظن لم تعد متوفرة، لأن شروط زواج المتعة أولا يجب على الشخص أن يكون مسافرا وهناك تحديد المكان اللي غادي يسافر فيه، ثانيا ان يقيم في البلد مده 6 شهور متواصله، ان مساله ديال الزواج المتعه يجب ان يتزوج بوحده مطلقه او ارمله، مجموعه ديال الشروط اللي الان صارت صعب التوفر ديالها في الوقت اللي كنعيشوا فيه الان، مشكل ديال التواصل، مجموعه ديال الحوايج. اذا ماشي غادي نجيو ناخذ فقط داك لو تيتر اللي كاين عند العامه ديال الزواج المتعه هو فساد ديزغيزي ولا هذا، بل ان الانفتاح للنقاش على كل شيء. مثلا الا خدينا المذهب الشيعي، هذا ممكن المذهب الشيعي يقول لك تعاملوا مع المساله ديال التغيير ديال الجنس ديال الذكر او ديال الانثى المتقدم بشكل كبير جدا، المذهب الشيعي في تصوره المساله ديال الاجهاض متقدم بشكل كبير جدا. اذا هذه المنظومه ككل اللي كاينه خص نشوفوها في الشموليه ديالها، وكيبقى لو شابو الكبير اللي كاين هو ديال حقوق الانسان. وبالنسبه لنا داخل الجمعيه باش كنهضروا على الشموليه والكونيه ديال الحقوق، راه كتشمل كاع هاد الانتاجات ديال البشريه اللي يمكن تعطينا الحفاظ على اهم شيء وهي كرامه الانسان. لما نتحدث على كرامه المراه او كرامه الانسان كتدخل فيها كل شيء، وكنكونوا تجاوزنا مجموعه ديال الحوايج، لان نحقق تحقيق الكرامه يعني تحقيق البعد الانساني بشكل كبير جدا والتمتع بالحريه.